ما يسمى بالأبراج. سعد السعود يقول: وسعد الذابح والأخذ بها والنظر إلى ما يحصل فيها على الإنسان، ما حكم ذلك؟ سعد السعود ما هو برج، نجم، نجم محسوبة 13 يوم. الأبراج هي منازل الشمس 12 تقطعها في السنة، 12 برج، هذه الأبراج. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، بروج الشمس اللي تتنقل بينها على طول السنة. نعم.